جثث ودمار، هذا ما خلفته العمليات العسكرية والقصف الروسي لأوكرانيا، حيث الحرب تتجلى في أبشع صورها. مدينة كماريبول أصبحت خراباً في مشهد يكرر مآسي مدن أخرى في الشرق، حيث تتحدث الرئاسة الأوكرانية عن مغادرة حافلات مدينة زابوروجيا لإجلاء المدنيين منها. هذا التكتيك الذي يقوم به الكرملين بداية، كما تقول صحف عالمية كبرى ومحللون سياسيون، لجرائم حرب تريد الأركان الروسية ارتكابها لكسر معنويات الأوكرانيين، واستخدمت لأجلها مقاتلين مرتزقة من النظام السوري وحزب الله وحتى من ليبيا يتبعون لخليفة حفتر. هذه التقارير تؤكدها المسيرات التي خرجت في عدة مدن تحت سيطرة النظام السوري وأخرى في لبنان، تعلن بوضوح دعمها لبوتين في غزوه لأوكرانيا واستعدادها لدعمه بالمقاتلين. هذه المعركة ما معركة روسيا لحالها ولا معركة بوتين لحاله، هي معركة اليوم لكل العالم الطالب بالحقوق، بيطالب بحقوق الإنسان، بيطالب بإعادة الحق المسلوب من قبل العنصرية، من قبل الصهيونية، من قبل إسرائيل وعملائها، وأيضا حلف الناتو اليوم تواطأ معهم. نعم، سلاح الانتصارات العربية وطائراته روسية، وهو الذي دمر مدينة كحلب وشرد أهلها بعد حصارها من قبل قوات النظام السوري وميليشيات حزب الله، التي كان من المفترض أن توجه جهودها كما تزعم لتحرير أراض مغتصبة، فحولتها لارتكاب جرائم حرب ضد السوريين والعرب والفلسطينيين أنفسهم. وبينما لم يجد السوريون وغيرهم من يدعمهم لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من الروس وضباط النظام السوري وميليشيات إيران في المنطقة، يظهر أن المزاج العالمي والغربي يتحضر لمحاسبة موسكو على ما ارتكبته من جرائم حرب في أوكرانيا، فهل يكون ذلك قريباً؟